طيب وقادرين بالموضوع انهم اي كان المبلغ اعضاء شرف الهلال يسددونه بدون ما حد يدري. وليش دعمتهم الهيئه؟ طيب اما تجي الدعم وما الدعم. وليش دعمتهم الهيئه؟ طيب ها وليش دعمتهم الهيئه؟ كيف ما دام اعضاء شرف يسددون وجاهزين على اهبه الاستعداد يدعمون على مدار الساعه، ما انتم محتاجين لدعم الهيئه، ليش دعمتهم الهيئه؟ الهلال؟ ليش دعمتهم الهيئه؟ الهيئه؟ طالما تقول اعضاء شرف الهلال قادرين على انهم يسددون اي قضايا للهلال، نعم ليش قبلتوا دعم الهيئه؟